تتمتع مصر بوجود العديد من المساجد التاريخية تعود لحقب زمنية مختلفة، فلا يمكن لأي شخص تطأ قدمه أرضها إلا ويشعر بالوصول لأقصى درجة من الروحانية. وبما أن لكل منهم أصل وحكاية، فحكايتنا اليوم عن مسجد عمرو بن العاص، أول مسجد في مصر وأفريقيا والرابع في تاريخ الإسلام. ففي عهد الخليفة عمر بن الخطاب أرسل عمرو بن العاص لمصر لإيقاف السيطرة البيزنطية، وبعد فتح الجيش الإسلامي لمصر قرر عمرو بن العاص إنشاء مسجداً لتعليم علوم اللغة العربية وتعاليم الإسلام، ويؤدي فيه المسلمون صلاة الجمعة والصلوات الخمس. ففي عام 21 هجريا اختار مكانا فريدا بالفسطاط عاصمة مصر حينها لإنشاء المسجد. كانت تلك المنطقة عبارة عن حديقة مملوكة لقزبة بن كلثوم، طلبها عمرو بن العاص منه ووعده بأن يعوضه، ولكن قزبة تبرع بها. بلغت مساحة المسجد وقت بنائه حوالي 23 مترا في 13 مترا، حيث بنيت حوائطه بالطوب اللبن وفرشت أرضه بالحصى، وصنع سقفه من الجريد واتخذت أعمدته من بذوع النخل. ومع تغير العصور لم تبقى من معالمه الأولى سوى المكان الذي شيد عليه، فقد شهد المسجد تطورات كبيرة وتوسعات عديدة. كان أولها في عهد الخليفة معاوية ابن أبي سفيان، عندما قام مسلمة ابن مخلد الأنصاري والي مصر بالعمل على اتساع مساحة المسجد وإضافة فرش من الحصير وبعض الزخارف إلى الجدران وإنشاء 4 مآذن. فمنذ ذلك الوقت بدأ حكام مصر عبر السنين العمل على تجميل المسجد والاهتمام بتوسعة مساحته أكثر من مرة، والتي وصلت إلى 120 مترا في 110 أمتار، وهي مساحته الحالية. أثناء الحملات الصليبية على بلاد المسلمين تعرضت مدينة الفسطاط للاحتراق، مما أثر على المسجد حيث تعرض للتخريب والهدم. ولكن بعد ضم صلاح الدين الأيوبي مصر إلى حكمه أمر بترميم المسجد عام 568 هجرية، وإعادة بناء المحراب الكبير المكسب الرخام والنقوش التي تقع على الجدران. كل مكان بالمسجد شاهدا على أحد الحكام وترميمه له، مثل المئذنة ذات القمة المخروطية والتي ترجع إلى عصر مراد بك. التصميم الحالي للمسجد يتضمن مدخلا رئيسيا بارزا وصحنا كبيرا مكشوفا تحيط به 4 أروقة ذات أسقف خشبية محمولة على عدد من الأعمدة الخرسانية. كما يوجد محرابين مجوفين يجاور كل منهما منبرا خشبيا ولوحتين من عصر المماليك بغدار القبلة. فعلى الرغم من البساطة وعدم تكلف بناء المسجد، مسجد عمرو بن العاص منارة إسلامية ذات تاريخ كبير لا يخلو من مصلي وزائره لما له من مكانة كبيرة.